حاول تقرأ، شوفوا الطريقة اللي يقرأ بها، لو تقرب الكاميرا، قرب 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 قرب، شو الكلمة؟ يعرفونه، يعرفونه، كلمة يعرفونه. طيب كلمة يعرفونه، الكاميرا بعيدة. طيب مرة ثانية هنختار موضع لأعلى التعيين، يلا بسم الله، هذه قراءة طبعا. قال هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني، هو طبعا يقرأها، هذه الحركة السريعة هي قراءة ولا سرعة الاسكانر. نعم بسم الله، بل قالوا، بل قالوا مثلما قال الأولون. طيب الآن كلمة الرقيم طلع لي إياها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الرقيم، وجربوا في أي كلمة، عدوا له قبل العشرة يجيب لكم الكلمة. طبعا يوم بعد يوم أهله يكتشفون أشياء جديدة ما يعرفون عنه، فاليوم اكتشفنا أنه تعطيه الآية، تعطيه الرقم يعطيك الآية. أنا راح أجرب هذا آخر سؤال في هذه الجلسة، راح أعطيه رقم، راح أعطيه رقم وأريد أشوف الآية شنو. الآية 84 من سورة الأعراف، 84 الأعراف، أول رقم، أول رقم. وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم مطرا، الكاميرا، وأمطرنا عليهم مطرا. طيب الآية 141 النساء، 141 النساء، الذين يتربصون بكم، الذين يتربصون بكم، الله أكبر الله أكبر. إذن هذا الحافظ حسين العبدلي ما أحد علمه القرآن، يعني كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله. حسين أحد الشباب سألك لماذا لا تتزوج؟ يكهرب، يكهرب. إذن ختامه مسك، نسأل الله عز وجل أن ينفعه بما حفظ من القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. نترككم مع هذه الاستراحة، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.